الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يوفقنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم قرب منا الخير والأخيار واصرف عنا الشر والأشرار برحمتك يا أرحم الراحمين. حياكم الله أحبابي وإخواني في كل مكان، وأسأل الله تعالى أن يحرم وجوهنا عن النيران وأن يكتب لنا بهذه المجالس الجنة والرحمة والمغفرة والسعادة في الدارين. اللهم آمين. سنبدأ إن شاء الله تعالى برقية. أول ما نبدأ به إن شاء الله تعالى الآن هي رقية بإذن الله تعالى. نرقي أنفسنا ونرقيكم بإذن الله جل وعلا. صلى الله تعالى تكون نافعة لنا جميعا، وأن تكون سببا في الحفظ والحفظ والشفاء والدواء والعزة والنصر على الأعداء. اللهم آمين. الآن بإذن الله تعالى نبدأ الرقية، بعدها تكون إجابة عن بعض الأسئلة، ثم إن شاء الله تعالى سيكون لنا موضوع بإذن الله سبحانه وتعالى غاية في الأهمية. فلنبدأ، سنجعلها رقية بإذن الله تعالى تكون شاملة، حيث يحظى كل فرد منا بنصيب إن شاء الله تعالى. فلنبدأ إن شاء الله تعالى، وأسأل الله تعالى أن تكون طيبة مباركة موفقة مسددة. آمين آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله واحدا أحدا فرضا صمدا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله وله الثناء الحسن. سبحانك ما أعظمت، سبحانك ما أحلمت، سبحانك ما أرحمت. لا إله إلا الله في السماء وفي الأرض إله، في السماء
وبك استعنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا. لا إله إلا الله معنا، يسمع كلامنا يرى مكاننا، لا يخفى عنه شيء من حالنا. أنت الله معنا سميعا قريبا، أنت الله معنا قويا عظيما، أنت الله. نسألك ربنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. تعلم أعداءنا فاكفناهم بما شئت وكيف شئت، تعلم أعداءنا فاكفناهم، تعلم أعداءنا فاكفناهم بما شئت وكيف شئت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أكرمك. نسألك ربنا في هذا المكان وفي هذه الساعة إلهنا صب علينا الشفاء والبلسم والدواء. إلهنا أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، لا يغادر سقما، لا يغادر سقما. سبحانك سبحانك تعلم كل عين ونظرة أصابت بليل أصابت في نهار. تعلم سبحانك ولا نعلم وأنت علام الغيوب، تعلم سبحانك ولا نعلم وأنت علام الغيوب. تعلم خائنة الأعين، تعلم خائنة الأعين، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إلهنا العين حق، إلهنا العين حق، إلهنا العين حق، وأنت القائل. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. إلهنا كم من عين مرت وما ذكرت، إلهنا كم من عين نظرت وما أخفت، نظرت وما بركت. إلهنا تعلم حالها سمها سرها مكانها. بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل عين أثقلت أمرضت أوهمت. بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل عين. في فرح في ضرح
أصاب في النعم في الخيرات في الابتسامة في البركات أصاب بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين معنا في الجسد معنا في الدماغ معنا في الجلود معنا في القرار معنا أبلدت الأذهان شوهت الجمال محقت المال عين حار بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله يبطل كل حسد قوي صاب من قديم استقر في الجسد من قديم جرى جرى في العروق في الدماء من قديم شيطان الحسد يسمع خادم الحسد يسمع شيطانة الحسد تسمع خادمة الحسد تسمع ولج ولجت بحسد ولج ولجت بحسد محط محطت بحسد عطل عطلت بحسد فتن فتنت بحسد شياطين باكرة شياطين ماكرة شياطين فاجرة بنفس خبيثة وحسد بنفوس خبيثة وحسد في البيت أصابت في المناسبات أصابت في اللباس أصابت في القوام أصابت في الجمال أصابت في المال أصابت غيرت المحبة غيرت المودة غيرت عين وحسد شيطان تسمع خادم تسمع جاء حول البدن في البدن تسمع حول البدن في البدن تسمع فرقت كثيرا محقت كثيرا عطلت كثيرا سودت كثيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يفك كل سحر عطل كثير بها يفك كل سحر عقد ربط صفد صد كثيرا في خفاء بيدها أبالسة شفات سحرة أبالسة شداد سحرة يجيدون المكر والخديعة والدسيسة والاختباء والاختفاء سحر جددوا ببر جددوا بدم جددوا بليل جددوا بنهار أبارسة سحرة بوعود الوعود على الموروث بوعود الوعود على الزهرية بوعود الوعود أبارسة سحرة أبارسة سحرة يسمعون يتحرى
يتحركون يسمعون يتنقلون في البدن في البدن في البدن في البدن في الفؤاد والبدن في البدن في البدن في الرحم والبدن في البدن في البدن في العينين والبدن في البدن في البدن في العقل والبدن في البدن في البدن في اليدين في الفخذين في القدمين. سحرة سحرة أتسمعون وألقي السحرة ساجدين السحرة ساجدين السحرة ساجدين السحرة ساجدين 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 السحرة ساجدين. سحرة أبارزة في الأعياد سحرة أبارزة في المناسبات سحرة أبارزة في الجمال سحرة أبارزة في المال سحرة أبارزة في حسن القوام والكلام سحرة للصد مع الخلق والأنام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن 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 سيجعل لهم الرحمن ودا. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم اجعل ربنا كل من اجتمع معنا في كنفك وحفظك وشفائك ودوائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا اجعل كل من سمعنا وشاهدنا وشاركنا في حرزك وحفظك ومعيتك يا ذا الجلال والإكرام إنسا وجنا إنسا وجنا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. اللهم اشفنا واشف بنا واشف على أيدينا إنسا وجنا. أطل أعمارنا أحسن أعمالنا توفنا وأنت راض عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله أول وآخره علانية وسره لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك ما أجلك وما أعظمك إلهنا لا يرفض هذا المجلس إلا وقد رحمتنا وغفرت لنا وهديتنا وشفيتنا ورزقتنا وأسعدتنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا دائم الفضل يا قديم الإحسان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. حياكم الله أحبابي وإخواني وأسعدنا الله جل وعلا في الدنيا والآخرة وجمعنا جميعا على الهدى وعلى الحق والنور والخير. سنجيب بإذن الله تعالى على بعض الأسئلة التي لها علاقة بالرقية الشرعية. وقبل هذا أحببت أن أشير إلى نقطة مهمة كثر الكلام حولها في اليومين الماضيين، هي مسألة مهمة جدا لعلكم تابعتم حال بعض الناس وهم يسبون أو يستهزئون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر أصبحنا نرى يطفو فوق السطح ويكثر وإن لم يؤخذ على أيدي السفهاء
فلا شك ولا ريب أنه سيكون مدعاه كي يتجرأ من لا خلاق له على الحدود الشرعية. أسأل الله عز وجل من أراد بالإسلام خيرا وببلادنا خيرا يوفقه، ومن أراد بالعباد خيرا يوفقه، ومن أراد بالإسلام والبلاد والعباد شرا أن يخذله. اسمعوني مزيان، سأتكلم معكم باللغة الدارجة أكثر، وأنا أتابع ما جرى البارحة في حق ممثل مغربي استهزأ بالكتاب والسنة وبالمصاحف والمساجد والأئمة، وهو الآن في قيد الحراسة النظرية استدعته الشرطة. فكما يعلم الجميع أن بلدنا بلد إسلامي، وإمارته وأمير وملكنا أمير المؤمنين، دستورنا يبنى على كتاب الله وسنة النبي الأمين، فلا يمكن لأحد أن يتطاول على محمد صلى الله عليه وسلم ولا يرضى بها أي مسلم، حتى ذاك الذي بعيد عن كتاب الله، الذي حتى ربما الذي لا يصلي لكن يحب الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يصبر أن يرى من يسب محمد صلى الله عليه وسلم يستخف به، لأن ورثنا هذا عن أبائنا وأجدادنا وحب النبي صلى الله عليه وسلم. خاصة إذا كان هذا علانية، بمعنى يصبح الإنسان يستخف بأحكام الشرع ويستخف بالقرآن والسنة والنبي صلى الله عليه وسلم علنا في واضحة النهار، يجهر بهذا ولا يخاف عقابا ولا يخاف محاسبة. كلنا لا نرضى بهذا، فوجب الأخذ على يد السفهاء. ففي بلدنا لا تنتهك حرمة حتى اليهود والنصارى، محفوظة لهم عهد وذمة، فكيف يصعد من يقول لا إله إلا الله ويسب محمد صلى الله عليه وسلم ويستخف به أو تستخف به؟ كل لا يرضى بهذا أبدا، يبدو عليك التعب خلال. نعم صح، لكن أنا أريد أن أقول كلمة حق لأحبابي وإخواني، لا أدافع عن أحد لكن أقول الحق. هل ممثل أن أتابع كل ما قيل في حقي وأتابع المقطع الذي قاله وتكلم فيه؟ رأيت أنه في حالة سقوط، رأيت ماذا؟ وهذه النقطة ما تكلم فيها الناس، كل من تحدثوا باسم الشرع لم يتنبهوا لهذه النقطة العظيمة القوية جدا. شرعنا قال الله تعالى ما فرضنا في الكتاب من شيء، بالنسبة لأن هذا الممثل هو أرحم من تلك الأستاذة الفلسفة التي قالتها في كامل وعيها واستخفت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الممثل الذي قال هذا الكلام فقد سمعنا زوجه تقول هو يصلي في رمضان، يحفظ أبناءه القرآن، يفعل الخير بالليل والنهار، شهد الجيران بهذا، والكلام الذي خرج منه كان في لحظة سكر. أنا لا أدافع عنه، لا أعرفه، لكن نتكلم بالحق، نتجرأ بالحق، بارك الله فيكم. إذن حتى المشرع لما جاء بالشرع الحنيف، جاء بالأحكام، خفف الأحكام حينما يغيب العقل. أريد أن أفهم الناس مش يفهم. الخمر هو أم الخبائث، حرام بالإجماع، لا يجوز أن يتعاطاه الإنسان بأي وسيلة كي تبغته بأي سبب، حتى وإن كان مسمى الشفاء والعلاج، إلا ما جاء الله شفاء أمة ما حرم الله عليها. إذا قولا واحدا الخمر حرام بكتاب والسنة وقول العلم والإجماع، فلا يجوز الإنسان أصلا أن يأتي أم الخبائث. ومن يأتي الخمر لا تنتظر منه خيرا،
سوف يقتل ويزني ويقول الحرام ويفعل كل شيء، كما ذكر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه كان شاب عابد لله عز وجل، ودعته امرأة يعني عشقته وأحبته، وقالت ندعوك للشهادة، أصلت جاريتها وقالت إن سيدي تدعوك للشهادة، فامتثل. فلما كلما دخل باب صفدت عليه الباب حتى دخل واقترب منها وهي في غاية الحسن والجمال، وقالت له دانت منه واقتربت أي تدعوه إلى الفاحشة والزنا، فأبى. فقالت له اختر إما أن تزني أو تقتل هذا الغلام أو تشرب كأس خمر، فاختار الأخف في نظره فشرب كأس الخمر، شرب من كأس الشراب. فلما شرب قال زينوني، فلا زال حتى غاب عقله وسمي الخمر خمرا لأنه يخمر العقل، وخمار المرأة لأنه يسترها، الخمر لأنه تخمر العقل تغطيه تحجبه يصبح صاحب الإنسان بلا عقل. فلما شرب الخمر زنى بها وقتل الغلام، أي ارتكب كل الآثام. هذا هو الخمر، صاحب الخمر ينكح أمه وعمته وخالته وابنته ولا يشرب، وفي هذا قص كثيرة، في هذا قص كثيرة. أنا هنا أريد أن أقول كلمة حق، هذا الشاب هذا الممثل قال كلام خبيث لا غبار على هذا، استهزأ بالمصاحف بالمسارد بالأئمة بالقرآن بكل شيء، لكن الإشكال هو في حالة السكر، فهم الشرع يا عباد الله. البعض يقول لك ولو كان هو أصلا تربع الدين في حالة السكر ما يقولش هذا الشيء، يا أخي إن الشيطان يتلاعب بالعقول في حال السكر، في حال السكر الإنسان يكفر بالله عز وجل، يسب الدين والرب والملة ويضرب والديه ويضرب زوجه ويتغير سلوكه، لهذا الله تعالى حرم الخمر، يفقد الرجولة والمروءة. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه حرم على نفسه وابتعد عن الخمر لأنه كان يراه أنه نقص في الرجولة والمروءة، كيف يتلاعب به الصبية وهو عز قومه حينما يكون سكران. إذن هذا الرجل قال هذا الكلام نقطة غيبها كثير من الناس، بغوا يشدوا عليه. أنا أقول شدوا على الأستاذة أكثر، يعني في كامل وعيها، كل من كتب سطرا في حق انتقاص وازدراء للدين وللسنة وللبلد في وعيه يحاسب، أما في حال السكر هذا حال آخر. الله عز وجل المشرع، الله عز وجل الذي أنزل الكتاب والسنة قال خفف، خففوا عن من غاب عقله، ورفع القلم عن ثلاث، عن المجنون وعن النائم وعن الصبي حتى يبلغ حتى يحتلم. والعلماء أدخلوا في هذا كذلك السكران لأنه يغيب عقله بالسكر، وأدخلوا فيه من هو أقل من السكر الغضبان، حينما يصل الإنسان إلى الغضب الشديد يصبح في إغلاق، ما تقولش تصل، الله يجزيكم بخير، الله يكبر بكم، قد تصل بي بأنواع كثيرة من الاتصالات وسائل الاتصال، ونحن الآن في درس حبيب الله حشومة، ما بغيش نقول أن نعقل عليكم ونبلوك كل واحد تصل لنا، ماشي معقول صراحة، ماشي معقول، شنو معناتها؟ غادي نجاوبك الآن، ما يمكنش، الله يرضي عليكم. قلت لابد أن نفهم أن الإنسان حين إذا طلق زوجه وكان غضبان طلاقه لا يقع، طلاقه لا يقع كما نص على ذلك الفقهاء، مفهوم؟ إذا كان غضبان، الغضب الشديد الذي لا يفرق بين لون أحمر وأسود، هذا باتفاق العلماء طلاقه لا يقع. لماذا؟ لأن الطلاق لم يخرج منه، استحوذ عليه الشيطان بالغضب فقط، بالغضب. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، ماذا قال له؟ قال لا تغضب. فالغضب الشديد القوي يجعل العقل يحجب ويكون القرار غير سوي غير سديد، مفهوم؟ أما السكر
والخمر فهو أشد باتفاق العلماء بالإجماع أشد من الخمر، يغيب العقل، يغيب العقل، يصبح صاحب الخمر الذي خلاص بلغ منه الخمر غطى عقله لا يعي ما يقول. ونحن نعلم في الشرع أن الإنسان إذا غاب عقله لا يعني إذا غاب عقله، إذا غاب العقل مناط التكليف، ماذا يقول العلماء؟ يقول العلماء أن العقل هو مناط التكليف، إذا غيب عنك العقل رفع عنك التكليف، فهموني مزيان، إذا غاب العقل رفع عنك التكليف. حينما يغيب العقل الطاقة والمصدر ديال الاتزان شو ما عليكم، ما يعني ما يعني أقسم بالله يعني من أوروبا من جميع الدول، يعني والله العظيم العشوة صراحة ما يلعب، لأن خصكم تعرفوا واحد المسألة، أنا ملي كنكون كنتكلم أنا شوف والله العظيم كتوشوا شعوريا الأفكار ما كتبقاش مضبوطة صراحة، يعني الله يرضي عليكم. طيب قلت وبلا التوفيق أن هذا الممثل هو وقع في هذه الأمور وهو سكران، يعني لا يعرف عنه، اسمعوني بجي مزيانة القاعدة، لا يعرف عن هذا الممثل أنه ملحد، لا يعرف عن هذا الممثل على أنه يسب الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويستخف بالأحكام الشرعية، لا يعرف عنه أنه عدو لله وعدو للرسول وعدو الكتاب والسنة عدو للمسلمين، لا عكس ذلك. فإذا أردنا نحكم لا بد أن نتبع الأمور، نكون في حياد، ما يدفعناش الغضب والتحامل حتى نبغوا نطيحوا الناس أبدا، كلنا ممكن أن يخطئ. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافي الله ويبتليك، فرق بالإنسان يكون غادي في الطريق ويزلق، وفرق بالإنسان هو أصنع عدو يحارب الكتاب والسنة، فرق كبير. كلنا أصحاب ذنوب وأصحاب معاصي، قد ترى الشاب محب لله عز وجل حتى غضب، قد يسب الرب ويسب الدين، والحكم ظاهر في هذه الحال إلا إذا كان الغضب الشديد، أما إذا كان الحكم واضح. لكن هل معنى هذا أن نقنطه من رحمة الله وندخله في جهنم خلاص، نقول نقاطعه ونهجره ولا نتحدث معه ولا نتكلم معه ونجعله يئس من رحمة الله ومن روح الله؟ من قال بهذا؟ بارك الله فيكم. إذن في حالة هذا الرجل هو سب الله عز وجل، والله أرحم به منا، خذوا مني قاعدة، هو أرحم به منا، هو أرحم، الله أرحم به منا، فإن تاب وندم غفر الله له رغم أنفك، رغم أنوفنا جميعا، يغفر له ولا يبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أنا لا أدافع على من يسب شعائر الإسلام ويسب الأحكام الشرعية ويسب النبي عنه، لا، سب النبي شيء آخر، هو ما سب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو استخف في حال سكر والأمر واضح في الفيديو، ثم من دفعه وسجله أصلا، مفهوم؟ الإنسان حينما كيسكر كيفقد العقل ديالو، ولما كيفقد العقل ديالو ممكن يقع في أي مطب، الطفل الصغير يتلاعب به. ولهذا باش تعرفوا حكمة الله شرع لماذا حرم علينا الخمر، باش تبقى في كامل عقلك لا يغيب أبدا، بغى عقلك ما يغيبش، يبقى معك بإذن الله حتى تلقى الله عز وجل. لهذا الله حرم علينا كل ما من شأنه أن ينقص ويقلل من قدرنا ومن عزتنا ورفعتنا، ولعله درس له أن يتوب إلى الله
ويبتعد عن رفقاء السوء، ويبتعد عن المخدرات أو عن المسكرات، لعله درس له إن شاء الله تعالى. أنا شفت فيديو بنت كتقرأ، قالت بابا هو اللي يحفظني الفاتحة وكيحفظني آية أسماء الله الحسنى كل يوم أقول لبوسيها. وش من يفعل هذا؟ يعني هذا كاره الإسلام؟ عائلته ملتزمين، أخوته ملتزمين. إحنا ما كنقولوش غيكون إنسان شاب طريق يعني 100%، إحنا ما كنا ماشي هذه 100%، كانت فوته نعم، ولكن على الأقل هو يعني غيكون السيد بحكم الفن، بحكم أنه يعني يكون واقعيين، ولكن ماشي عدو لله، كيحب الخير، كيحب المسجد، كيحب القرآن، لكن في حالة سكر ممكن أي سكر يقع يمشي، يجي واحد يصوروه غادي يلوحوا نقيم عليه الأمور. بالعكس داك اللي صوروه هو اللي خاصو يتعاقب، داك اللي وهو إن كان يعاقب خاصو يعاقب على شربه الخمر بداية، لأنه هو الذي أتى به إلى هذه المهنة. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدق عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابي انتهينا. قال الله عدل الله تعالى الشرك بالخمر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام جمعهم مع الخمر لخبثه وشدته والعياذ بالله. إذا الإنسان إحنا ملي كنشوفوا هاد مواقع التواصل كتكلم وهاد المنابر الإعلامية كتكلم حري بها أن تثقف الناس، وهي مناسبة حتى يجتنبوا الخمر، هي مناسبة حتى يعرفوا ماذا يوصلهم الخمر، إلى ماذا يوصلهم الخمر، وسب الخيانات الزوجية، الخمر وسب القتل غير العمد، الخمر وسب القتل الخطأ، الخمر وسب الحوادث المقاتلة تقتل العائلات، الخمر سبب في أشياء تخرج الإنسان عن سيطرته وعن وعيه واتزانه. الخمر هذا خطير جدا، لهذا الله تعالى رحمة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم حرمه عليها، حرمه عليه وحرمت الخمر عشرة. كل من شأنه أن يصل إلى الخمر لابد أن يقطع. الذي حتى الذي يغرس العنب من أجل الخمر، العنب نأكله حلال تقدر مش مشكلة، لكن تغرس من نية الخمر حرام. شوف رحمة الله بالعباد، ما قالش واحد يقول لك العنب حرام، ولكن دير انت حق ضيعة ولا كذا من أجل الخمر، عنب خاص بالخمر أصبح المال حراما. الذي ينقله ماله حرام، الذي يسقي ماله حرام. بل في الحمر في الخمر حرم علينا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يضار عليها الخمر. مجرد الجلوس مع الرفقة التي تشرب الخمر لا يجوز لك، لا بد أن تقوم. كل أمر سوف يقربك الزنا، كل أمر يقربك من الخمر فلا بد أن تبتعد عنه، لأن الشرع جاء بهذا. كل ما من شأن يوصلك إلى الخمر لا بد أن يقطع عليه الباب، لأن ليس فيه خير أبدا، ليس فيه خير، كله شر. ونحن نرى هذا بأم أعين في هذا الزمان. وكان الله في عون المرأة اللي كتكون زوجة مملي. أنا كنقولها دائما، صاحب الخمر والميسر والمخدرات الحياة معها، الحياة معه ضنك وشقاء وسواد وعذاب. كنقولها ونعاودها، كل من تزوجت سكير أو صاحب الميسر، الكليبات خوتو، الحمير خوتو، العود خوتو، أو لا اللي مزوجة كذلك أصحاب المخدرات، الكيف والحشيش، كل ما مش أن يغيب العقل كن واقعي، لأن بدون وعي منهم يصبحوا تبع البلية. الله يعفو عن الجميع. لا وجه في خير، لا أنف في خير، لا الشفتين في خير، لا الفم في خير، لا رائحة الجسد في خير، لا الرئة في خير، لا البيت رائحته في خير، لا الجيب في خير، لا الزوجة في خير، لا الاستقرار والقرار وحسن النظر وبعد النظر في خير، يصبح عليه السواد في كل شيء. ولهذا جاء الشرع يحرم على هذه الأمور. إذا هذا الشاب يقع في الخطأ
لما كيقول سامحوني راه كتشفعي انا احب الله ويستغفر زوج تقول سامحوه راه كيحب الله تلك المصاحف السجدات كيصلي بهم في رمضان ابناؤك يحفظوا القران ماذا تريدون اكثر من هذا هذا فيه خير جاء الى الله تائبا ويستغفر ربه ثم يطلب السماح من الناس خير ممن لا زالوا يتألم مع الله ويتعالون على عباد الله ويجهرون ويسرون على حرب النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد يتكلم معهم بالعكس اللي كيتخذ بيديه تلقى فيه خير كثير بحال تلقى فيه خير كثير كنقولها ألف مدمن يحب الله ولا عاقل يسب رسول الله ألف مدمن يحب الله ولا عاقل وليس ليته كان عاقل ويسب رسول الله كالقان كيشرب شرب كي يحب الخير يحب الصلاة يحب الله يحب المساجد وكيصلي ولكن البرية كتجر مرة مرة هذا درس باش يبعد عن البرية هذا درس باش يبعد عن البرية لكن ماشي نجلدوه الله يجزيكم بخير ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جلادا انا ما كنعرفوش وما تجيبش ندافع عليه كنقول الحق حرام ثم حرام ثم حرام بالعكس خاص يتخذ بيديه وما تهزوش النفسيه تدمروش النفسيه ديال زوجته وديال بيته وقيلوا العثرة ديالو استروه استركم الله سبحانه وتعالى اي نعم هو اخطا قبل ان يخطئ بالكلام اخطا بتعاطيه الخمر واخطا بالرفقه السيئه لكن يسمع مني يسمعها اخطا بالرفقه السيئه وتعاطيه الخمر الخمر لا ياتي بخير ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم ام الخبائث فالله يجزيكم بخير كلنا ممكن ان نخطئ شكون اللي فينا ما خطاش لكن الخطا كيتفاوت شكون اللي فينا معروف بالله عليكم احنا صحابه صحابه واخطاوا نكون واقعيين من منا لم يخطئ مره او مرات شكون اللي نمر فينا خطا كونوا واقعيين المشكل هو انه شرب الشراب لكن تكلم كلام ولكن تنقل على العام هذه كلها احنا ما كنتفقوش عليها احنا ماشي مع الشراب احنا ما كناش شرب ما يكونش نهائيا كانش ما يتباعش ما يمسوش المسلمين اصلا لان حرام عليهم وحنا ما نبغيوش اي انسان يمس ديننا وبلادنا لكن هذا سكر راه حتى في القضاء كاين تخفيف في حاله السكر في حاله غياب الوعي وحنا كنتكلم معكم الان كنتكلم مع المؤمنين في باب الله عز وجل باب الله الله عز وجل ما كيعاقبش الناس بهذا الشده اللي انتم تعاقبوا بها الناس الله ما كيعاقبش الناس بهذا الشده اللي انتم تعاقبوا بها الناس لو الله تعالى اخذنا بذنوبنا لخسف بنا لو الله تعالى ياخذنا بالذنوب ديالنا ما غاتجي حتى واحد يجي تكون غير كتب الذنوب رائحه راه مشكل خاص تمشي واحد كل ثانيه تعاود تغسل وتحطر وتخرج منك الريحه لو كانت للذنوب رائحه ما جلسنا احد شوف ذنوب السر ذنوب الجهر الغيبه النميمه الضلال البهتان القذف الزور الحرام وغيرها كثير لكن الله يرضي عليكم الله يجزيكم بخير ما نرى الان في وسائل التواصل وفي هذه القنوات الالكترونيه كثير منهم يعني صراحه بالزياده البحث عن البوز والبحث عن يعني المشاهدات والاعجاب والبحث عن كذلك الفلوس ولكن ما هي الرساله اللي كتقدم مع هذه الاخبار ما هي الرساله اللي كتقدم وسط هذه المشاكل الاسريه اللي كتطفح فوق السطح يوميا التخصص اللي يحاولوا يجليوا للناس الخطأ من الصواب فيما يظهر للناس
الناس الآن واقعين في نفس المشكلة وقف فيها الممثل. الله يغفر لي والله يعفو لي. كثير من الناس واقعين في نفس المشكلة. أكيد اللي كيجي سكران وبقى يشد مرتو بيا نتي واحد النهار شتي ما كنتي غادي وشتي فيه ديك الشوفة شتي ما كيجيب لك شي قديم بوت 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 هاك مشكل. كاين اللي حتى نص الليل وكيتم جاي سكران ويفيق الحومة كاملة. وكاين اللي حتى يسكر يسكر في البار ويسكر في دارو ويخرج للدار بمعجان. وكاين اللي كيهز السكين يهز الأدوات السلاح الأبيض. وكاين اللي كيطور يهز على كان عنده رصاص أو شيء ويقتل الناس. واش هادشي ما كاينش؟ وانتوما كتشوفوا عيالا معظم من يسكرون في الغالب صبروا بسبب الدين، لأن الشيطان يستحوذ على العقل وقد يدعو أن يقتل والعياذ بالله. لأن الشيطان يجي في الإنسان وجه الدم. فهموها معايا مزيان، الشيطان كيتسلم لك غير الغفلة، كيبغيك تحط غير السلاح ديالك. أرى النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الحليب حين يشرب الخمر وهو مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث أنه يرفع عنه هكذا الإيمان. فإن تاب راجع. يعني الإيمان اللي عندك أنت ورأس مالك وكتحافظ عليه لما كتشرب الخمر يزال عنك فتكون عاريا دون جنة الحرب دون لباس واقي. فالشيطان يستغل هذا حينها وكيتلعب بك. فلما كيتلعب بك يديك في النبغ يتي العقل خلاص غيه والإيمان رفع. وهذا الذي ينتظره الشيطان، لهذا يزين للشباب الآن حب شرب الخمر. فهو مزيان كيعطي واحد النشوة خطيرة في شرب الخمر. كيقول له اسمع انت دابا الفودكا تسمع الالوان تسمع الروائح تسمع يعني الانواع كتصبح القنينه ب 7000 درهم 10000 درهم. كاين اللي كيشريها غير بالقنينه ديال 10 درهم 15 درهم. المهم كل واحد غادي ينفق على قدو. هادشي واقع. وخصو يدير الطابله ديالو باش يقطع وخصو كذا وخصو راه مشاكل. الشيطان زين الان يسمونها بغير اسمها الان المشروبات الروحيه مفهوم باش ينتشي. وربما اصبحت عندنا بعض البيوت الاسر على ان الخمر هي سبب من اسباب الرقي. الانسان المثقف والراقي هو الذي يضع الخمر امامه وكيعرف كيفاش كيشرب. تورني تبع تورني وقطع وكذا وخصو حتى واحد في الجدار مع كذا واو مزيان ولا في دار عادي في الثلاجه ما كاينش المشكل. يعني الشيطان زين الان للناس على ان رمز التقدم والرقي هو انك لابد تتكلم بلغه اجنبيه وضروري انك تكون في يديك سيجاره فاخره وتكون في يديك قنينه من انواع الغالب. شفت كيف؟ باش تفهموا الشباب غادي في واحد الطريق اللي هي خطير جدا. وهذا شيء مبيت شيء مقصود. هذا شيء مقصود لان الشباب لما غادي يصعب ما عندوش هاد الالتزام الرزانه الايمانيه والقوه والحجه اللي بها كيعرف الطريق الخير من الشر اكيد سوف يضيع في التيه الاعلامي الموجود ويصبح عنده رمز اخر. لما كيشوف مثلا لاعب كره مشهور مغني مشهور هو الامام القدوه عنده ولكن خصو يشم يدير بحالو في الوشم خصو يدير بحالو في الطانقه ما وصلش لك شيء اخر اللي عنده لكن الشكل الظاهري ممكن يقول اذا شفته في الشكل الظاهري لعل الشكل الاخر ياتي او يشعر بالنشوه او شيء من السعاده أو شيء من الرقي. هذه مسائل نفسية خطيرة إلى من وجهوا الآن. ويصبح هذا الشاب يقلب العطانية هنا دري كديرها هنا في لسانها كديرها في شفتين هذا الشيء كاين موجود الآن. مش كنتكلمش على ألمانيا أنا ولا إيطاليا كنتكلمك على المغرب. ها هو يدير طانقة هنا المشكل ها هو شنو كنا هو تقول له شنو يقول لك رمص يقول لك ما فين ميسي وهكذا. يعني وكيمشيو يتقدموا في هادشي حتى شي اشياء هي خطيره جدا. لانه كيتابعوا هاد النجوم والفنانين كيتابعوهم في اشياء اللي هي سريه في انستغرام في وسائل التواصل وكيحاول يقتنع انه يدير بحال.
حتى وصلت أن يتزوج دون عقد، علاقة شراكة بين أنثى كأنها زوج حلو. يقول لك في كاين مشكل، نجوم الفن، نجوم لعبة مغاربة مشاهير، راه فلان عرفتي أية هذيك راه ماشي مرتوش راه حمل معاها، راه غير صاحبته، ولكن هما هكذاك ومن بعد تزوج بها، ياك حبيبي وتا هو كيعملها، والأخرى حتى هي مقتنعة بالفكرة، حتى يشرب الفكرة من وسائل التواصل وكذا، وأصبح الأب والأم في غفلة والأبناء يرتعون ساهون. هذا واقع، هذا واقع، هذه من المخلفات الرواسب الخبيثة الآن اللي كيعيشوا الشباب مساكين. هما كنقول مساكين، أنا كنقول الشباب مساكين، علاش مساكين؟ لأن أين التلفازة؟ أين هي الجرائد؟ أين هو الشباب؟ قل لي كيف الشباب ما غاديش يضيع وما كاينش اللي غادي يعلم؟ المدرسة بدايتها إذا كانت أستاذ الفلسفة هي كتعلمهم كيفاش يستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالسيرة النبوية، ولا سألتيها في السيرة ما غتعرف منها غير الخير والإحسان. إذا هذا الشيء كاين، فالله يجزيكم بخير، ما تكونوش جلادين، كونوا مربين، كونوا معلمين، ما تكونوا جلادين، كونوا مربين وكونوا معلمين وكونوا رحماء. فالحياة التي نعيشها هي قليلة، مضى قبلنا أقوام، انظر في حال كيف كنت قبل عقدين أو عقد 10 سنين 20 عام 30 عام كيف الآن، يعني وسرعان ما تلقى ربك جل وعلا. فاجعل هذه الحياة بهجة وخير وإيجابية ورحمة، والراحمون يرحمهم الرحمن، مفهوم؟ كونوا رحمة على الخلق، وعلموا الناس كيف يحب ربهم ويتقرب إلى الله خالقهم سبحانه وتعالى، وكيف يعظم نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن هالشيء كنشوفوه لا يبشر بخير، قد يأتي جيل لا يعرف من الإسلام إلا الإسلام، مفهوم؟ وهذا ما نخشاه، وهذه أمانة علينا جميعا أن نعلم ما استطعنا وأن نوجه ما استطعنا بفضل الله عز وجل، ويكون خير إن شاء الله تعالى. إذا هذه رسالة بينت أن الرجل قال ما قال في حال الصرف، والشرع رفع عنا وخفف عنا، الله تعالى في هذه الساعة أن يهديه وأن يغفر له وأن يتوب عليه، وكل من على شاكلته أن يتوب على المذنبين المدمنين، وأن يتوب علينا معهم أجمعين. صلى الله تعالى المحبب إليه فعل الخيرات، وليوفقه لترك المنكرات، وأن تكون هذه سبب. قلوا آمين على الله يستجيب لنا، نحن ندعو عفظه الغيب وليعلم أن نتكلم عنه، لأن الله عز وجل في هذه الساعة أن ينزع على قلبه الإيمان، يحبب إليه الطاعة ويبغض إليه المعصية، ومن يدرك فالقلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لعل نرى بإذن الله تعالى فاضلا خيرا تقيا نقيا. وأسأل الله تعالى أن يستر وأسباب الرزق الحلال، فعلى أحيان تكون الرفقة رفقة سوء والشر، تستغل ضعفك وحاجتك ونقصك، وهذا يرجع إلى ضعف الشخصية أو يرجع إلى الحاجة، والإنسان يصبح ينصهر وسط خل ورفقه ولا يؤمن بها حقا، لكن يريد أن يجاملها من أجل كسب أو رزق أو قوت فيضيع، لأن أصحاب القلوب الطيبة لا يعرفون يعني كيف يتلون وكيف يوقع في المطب. ولهذا صاحب القلب الطيب أنصحه أن لا يوافق إلا أصحاب النفوس الطيبة، وإلا تعكر مزاجه وتغير حاله وربما ثقل سيره إلى الله عز وجل. هذه أقولها، أصحاب القلوب الطيبة رسالة مني إليه، إذا رأيت من يريد أن يثبطك ويثقل سيرك إلى الخير فحال بك أن تفر منه فرارك من المجنون وفرارك من الأسد، لأنك لا شك أنك سوف تنصهر أو أنك ستضيع في طريقه أو أنك سوف تتنازل عنه، أنت ما تريد أن تتنازل عنها،
لكن في ذلك مشقة وفي ذلك ضيق وشقة، فلا أقول لك هذا وربي، لأن يعني سمعت ما قيل وسمعت ما قالته زوجه، وأسأل الله تعالى أن يهديه، أسأل الله جل وعلا أن يهديه. والصاحب ساحب، لا تسأل عن قرين، لا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. ولهذا الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. والصديق والخليل والصاحب كنافخ الكير أو بائع المسك كما بيّن صلى الله عليه وسلم. فإياك إياك أخي الكريم أختي الفاضلة أن تكون لك رفقة مع حاقدة حاسدة ناقمة غشة كذابة ظالمة، أو حاقد ناقم حاسد فاجر فاسق، إياك ثم إياك. كن طيبا واعلم أن ما وقر في قلبك من الإيمان وفي صدرك من سلامة الصدر وفي عقلك من النور وفعل الخير هو كنز عظيم لا يقدر بثمن. فإياك ثم إياك أن تسير مع رفقة ليست فيها ذاتك من الخير فتضيع، وربما تبحث عن نفسك بعد أعوام وسنين فلا تجد نفسك، لا تجد نفسك، تريد أن تشتري ما كان عندك من الله مجانا ولكن لا تصل إليه. فهذه منح من الله تعالى لا يصل إليها كل إنسان، فلهذا وجب أن نحمد الله تعالى حتى يزيد من فضله. النبي كان يسأل ربه في الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، هذه نعم، نعم جليلة عظيمة. الرفقة لا تأخذك إلى الخمر لا خير فيها، إلى سجارة لا خير فيها، إلى عقوق والدين لا خير فيها، إلى خيانة زوجة لا فيها لا خير فيها. تأخذك إلى أن تكون ناسيا للأمانة التي أحاطها الله وعرضها برقبتك في والديك وفي أبنائك وحلك لا خير فيها. ألا تجعلك ستهدلا فارغا أمر الدين والدنيا والآخرة لا خير فيها، التي لا ترفع همتك. الرفقة الخاوية لمن ترشش بالنفع لا خير فيها، والنفع يكون بداية في كتاب الله في دين الله، ثم بما ينفعك في دنياك وأخراك. هذا هو الدين، الدين جاء من أجل أن نكون أقوياء، حينما حرم علينا ما حرم حتى لا تكون هناك مثبطات. السعير من جنب الفتن، والخمر من الفتن، من علامات الساعة. السعيد من جنب الفتن، من وقي الفتن، فلا تطحن نفسك في الفتن. السعيد هو الذي يبتعد عن مغازلة النساء والتواصل معهم، مرتاح ماشي وطح فتنة وتبعد مشقة وتبعد، خير أنك تكون بعيد. السعيد هو ما يعرفش مكان الخمور ومكان البيران ومكان الملاهي الليلية، سعيد حسن ما يكون فيه ويقاوم، سعيد جنب الفتن. السعيد هو الذي يجد نفسه في الخيرات طاعة الصلاة الذكر رفقة طيبة تأخذه بالحسنة إلى حسنة وبعيد عن رفقة السوء، أحسن لي، هذا جنب الفتن وقي الفتن خير لي. هناك بعض الناس مباركين، يعني من صباح الليل هو عنده رفقة، عنده أوقات عامة، وقت ما كيقدوش غير في الخير، كيجري مع هذا مع هذا مع هذا، ما عندوش وقت فيه يمشي في الشر باش يلمز ويغمز ويكذب ويفتري ويظلم، ما عندوش وقت. الله تعالى وقاه، وقاه عذاب السموم، وقاه شر الفتن. إذا هكذا وجب الإنسان يكون، هكذا وجب أن يكون الإنسان بإذن الله تعالى. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، أن يكون ما قلته بإذن الله تعالى في حق هذا الشاب كافي. لأن يعني البارح الليل كنت سجل فيديو وقلت حتى أشارككم إن شاء الله تعالى مباشرة، بقى في الحال لما سمعت حاله بهذه الطريقة. فرسالة بعض الإخوة والأخوات اختصر ما قلته ويوضع بإذن الله على قنوات وعلى حساب فيسبوك أو كذا، حتى يصل إلى، لأن مسألة رأي عام حتى يصل إلى الناس، ما نكونش كالإمعة،
لأن المشكل الناس أكثرتهم كالإماعة كيشوفوا واحد النقطة سلط على الصحفي الضوء لغاية الماء والناس كلها كتشوف الموجة كلشي غادي مصفق ورا الموجة وفين هو عقلك؟ لأن العقل نعمة تكون قريتي وتكون فهمتي وتكون جلستي باش تحققوا دقة في المسائل ماشي أي حاجة كناخذوها وفق الرؤية اللي عندك الإنسان نشربها أنا خطأ هذا هو الخطأ عين الخطأ واش الصورة اللي بغاو يعطيونا هما دائما هي كناخذ أنا وكناخذ بقناعة 100% لا خطأ وأين أنا؟ إذا كان هو يعطيني كل شيء أين أنا؟ ما يمكنش نهائيا فالله يجزكم بخير كونوا أذكياء ما تكونوش إماعة يسيروكم كيف كيف ما بغا لما تكلمت الأستاذة قلت الأستاذة فيها الشر وكلامها فيه سم وفي كامل وعيها مصرة على هذا وصدق أن قالت وقالت وقالت لكن هذا في حال السلب وفي حال كذا في حال السخف فرق كبير وفي وعيه محب لله وطائع ويصدق ويصلي ويذكر الله ويدعو على فعل الخير إذا فرق كبير لا وجه للمقارنة فالله يجزكم بخير كونوا أذكياء اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه طيب من رأى أن الراقي وجهه تعب بزاف بزاف يعني سبحان الله هي مريض ولا بد من مجهود كبير والله شوف صراحة المجهود أنا أقيم بمجهود مشي كبير الحمد لله يعني لم أرتاح مدة تقريبا هذا الحظر والحجر الصحي ولا يوم تقريبا وقبلها كذلك وإلى الآن يعني الحمد لله فلهذا يظهر لي التعب تعب شيء الكل حتى كل من يلقاني يقول التعب لا في اللون في الوجه في الملامح يعني وحتى في صحتي الحمد لله لكن لله عز وجل لأن التعب السفر يوميا وكان في الصيام والتنقل والتفكير في الفقراء والمحتاجين وكيف توصل المساعدة هذا ليس سهلا فأنا كنت مثلا كنكون مع بعض الإخوة في كازا كنخدم معهم ولكن ملي كنت نحيد من الإخوة في كازا كنجي عند كنمشي للرباط أصلا أو تمشي لفاس أو تمشي لمراكش وهكذا كتنقل دائما فالأمر ماشي سهل يرجع على الصحة وعلى كذا إضافة أنك يعني ربما مهم على أيه أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد لنا وللجميع وأن يطيب أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يجعلنا مباركين أسأل الله تعالى ما نقدمه يكون خالص لوجه الكريم ونسأله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال العزة والرفعة والنصر والتمكين في الدنيا والآخرة اللهم آمين 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 نعم تعالى الظاهر طيب حفظك يا شيخ كل نقطة في الصميم بارك الله فيك الحمد لله ما يكون في النفس صحيح طيب أحبابي وإخواني أجيبكم بإذن الله جل وعلا على سؤال أو سؤالين إن شاء الله في الرقية الشرعية إن شاء الله أجيبكم بإذن الله تعالى في سؤال أو سؤال إن شاء الله تعالى في باب الرقية شدة الشمس أو شيء نعم أخذت أرجع شوية صحتك نعم إن شاء الله أمين أمين الله فيكم جميعا أسأل الله تعالى أن يسترنا أسباب الخير والسعادة في الدنيا والآخرة اللهم أمين يقول واحد مثلا مغربي مثل هم غير كيف هم وليس كل ما يرى في القال الهم غير كيف هم وليس كل ما يرى في القال
وشعين لا بأس. الحمد لله الحمد لله تحس الآن بفضل تعالى. هي الأسئلة الآن كبيرة كثيرة، الأسئلة الآن بدأت تصعب بكثرة، نختار منها سؤالا وسؤالين. والله شوف كتسعى أسئلة قوية جدا صراحة ومهمة كثيرة ومهمة. طيب كنا أسئلة صراحة لقيت تكتب الآن هي قوية جدا تحتاج إلى جواب، مثلا تقول لك الدراباتي أو لك القدرة على الإبهام أو الحضور المشترك، هذه كلها أسئلة قوية جدا جدا، لكن السؤال الجواب عليها يحتاج إلى وقت طويل. والله عظيم مش تفهمون كما هي العادة، خاصني نبقى نفسر لكم باش تفهموا الحالة ثم الجواب العلاج ديالها. فشنو غادي علاش غنجاوب بالضبط؟ ما تفسير ضرب الرأس في رقية يا شيخنا؟ طيب أجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أحد الأخوات تسأل تقول ما هو تفسير ضرب الرأس أثناء الرقية؟ نوضح الصورة للأحباب والإخوة والأخوات. كاين اللي كيضرب الراس، كاين اللي كيضرب اليد، كاين اللي كيضرب القلب بيديه هكذا، كيضرب مثلا او ضرب هكذا، ممكن كيضرب الراس، اما كيضرب مع شيء او بيديه يضرب الراس، كاين العكس، كاين اللي كيبقى يضرب بيديه مثلا مع هكذا، كاين اللي كيضرب يد القدم هكذا، كاين اللي بيديه هكذا يضرب البطن، وهذه كل حركه لها تفسير. كل حركه تحتاج الى توضيح باذن الله عز وجل، لان هذه اشاره من الجن الى شيء معين. الجن يريد منك يعطيك إشارة، إما أنه بفعل الرقية التي أتعبته وأنهكته وأضعفته أو عذبته، أو قل الرقية وقعت على فريق دون فريق أو امتثل فريق دون فريق وأصبح تضارب بين فريقين في جارحة ما. مفهوم؟ بمعنى أن الرقية التي كنت تسمع لها أو تستمع إليها كانت تؤذي فئة تسكن مثلا الرأس، وأكثر مثلا فك عقد الرأس وإبطال أصحاف الرأس. وهل الصوت غير جيد؟ الصوت غير جيد يعني؟ الصوت أعطني إشارة. هذا الصوت الصوت جيد. طيب خير إن شاء الله تعالى. طيب قلت بالنسبة للجن والشياطين التي تسكن الرأس تكون تختلف درجاتها، فقد يتربع على الرأس في الغالب الكبير، وليس معنى أنه وحده من يسكن فقد يسكن معه دونه في القوة أو أقل منه قوة. وأنت حينما تبدأ في الاستماع إلى الرقية بشكل قوي وتناسي النوع المتلبس بالرأس أو آيات تحرك من يسكن الرأس، ماذا يقع؟ يبدأ داخل هذا الرأس حرب أنت لا تراها، لكن يظهر لك شيء ظاهر وهو الحركة بالرأس، أو أحياناً كأن الرأس لا إرادياً يبدأ يضرب على الجدار أو على طاولة أو بلكمات على الرأس. هذا تفسيره ماذا؟ تفسيره أن
الجن والشياطين التي سكنت الرأس واهتزت بما سمعت أو سمعتي بدأت تتغير من قوة إلى ضعف في الاحتمال الأول، اسمعني مزيان، وتريد أن تتخلص من شيء يعقدها داخل الرأس. وفي المقابل قد يكون الكبير يرى أن هناك من يتفلت من قبضاته فلا يريد، يأبى أن يكون في طريق هداية الإسلام أو فك عقد، فتصبح حرب بحركات في الرأس قوية جدا، وقد يجعل حتى جنده الذين في اليدين يضربون ضربا الرأس في جهة دون جهة، وأحيانا في كلتا الجهتين ضربا. وأحيانا قد تكون أن الكبير الذي يسكن الرأس يأبى أن ينزل، لكن هناك من يريد أن يسقطه من عرشه وتاجه بحركات مضطة، مفهوم؟ والذي يفهم هذا هو الرقي المتمكن الذي أمامه الحالة على حسب سير مع الحالة وعلى حسب ما كان يتلوه أو تستمع إليه الحالة، حينها يتبين له أي مقام مناسب. فإن كان هذا العدو يأبى فلا بد أن يزلزله بآيات قوية، وإن كان يرى أن الجن التي تهيئ أن تسقطه وتساعد في هذا فلا بد أن يمدها بآيات قتال وآيات يعني التي ترفع من همتها حتى تصبح أقوى بإذن الله وتكون ضربتها قوية. وبالتالي إذا ضعف أو نزل ما في الرأس سهل التحكم في الحالة، لأن في الغالب الخبثاء لهم طاقتان على ناصية وعقل وعلى خصر ورحم، حزام الظهر والخصر والرحم والعورة، وحزام الناصية والجبهة والعقل والدماغ، طاقتان قويتان جدا، منطقتان حساستان بالنسبة للجن والشياطين. إذا تحكمت فيهما تحكمت في الجسد وتحكمت في الجنود والخدام، مفهوم؟ ولهذا تجد هذه المناطق الحجامة عليها شقة قوية، وتجد أن الدهان عليها قوي، وتجد أن الثلج عليها قوي، وتجد أن الوغز عليها قوي. هذه المناطق هي قوية جدا جدا جدا، الاهتزاز في الرأس، وتجد كذلك تموج في البطن أو اهتزاز في الرحم أو أذى. الكبار في الغالب يستقرون في هذه المناطق ويتحكمون في الجن ويربطون الجن ويعقدون الجن ويجددون السحر حتى قبل الإنسي على الجن، حتى يبقى دائم في دائرة الخدمة ودائرة التجديد. هذه أمور وجب أن يفهمها بإذن المولى جل وعلا الناس. تقول استماع رقيتك وحلم، يعني استماع رقيتك حلم تقيأ ثعبان أسود طويل وكبير في المنحى، وننصحك بالاستماع إلى رقية الحياة والثعابين، استماع إلى رقية الحياة والثعابين، لأن رؤية الحياة والثعابين أو الثعبان أسود طويل كبير في المنحى في الغالب هذا خادم وسحر شيطان، وأنك تتقيأ وعزكم الله تعالى في المرحاض يدل دلالة على أنه موجود داخل الجسد في الغالب، ويحتاج منك ماذا؟ إلى اجتهاد، والاجتهاد الرؤية قررت لك بإذن الله إنه الاجتهاد في رقية الحياة والثعابين، وإذا تبعت أو استمعت بشكل قوي سوف
تقف أنت على حقيقة حالتك بشكل قوي، وقد تكون بشرى لك أنه يخرج بإذن الله عز وجل عاجلا. مفهوم؟ يا شيخ، ما العمل إن كان هناك حمل يخفيه الشيطان الساحر؟ الشيطان الساحر موجود، وتكلمت عنه في أكثر من موضع وفي أكثر من مقطع. الشيطان الساحر هو أقوى من ساحر الإنس من ناحية الاختباء داخل الجسد وتجديد التلقائي للسحر، وهو أعلم بخفايا صاحب البدن أو صاحبة البدن، ولهذا يكون شديد. وتكون له يعني أسرار خطيرة جدا مع البدن، لأنه يعلم طبيعته ويعلم حاله، فيسهل عليه أن يتحكم فيه خفية. فالمسألة هل يستطيع أن يخفي حملا؟ نعم، هذه الإشكالات التي وجب أن نبين الناس. الساحر لأنه يسحر بسحره يخفي الحمل، تكون المرأة حامل لكن لا يطرأ عليها أعراض الحمل، أو حتى إن ظهرت إذا ذهبت مثلا حتى عند الطبيب مثلا لا يظهر حمل، كما أنه قدر أن يوقف الحمل في شهر من الشهور، يقف الحمل يبقى هكذا مستقر لا ينمو لا يزداد، والناس تفاجأ كيف هذا. وهذا قد بيناه بقصص كثيرة. إذا لما يعلم أنه ساحر، شيطان ساحر، فأول خطوة لا بد من الإكثار من الاستماع إلى الرقية الخاصة بالشياطين الساحرة. هذه ما عندك لا هروب، ضرورة. أول دواء، أول دواء هو كثرة الاستماع إلى رقية خاصة بالشيطان الساحر. وإذا عثرت ووجدت رقية الشيطان الساحر الذي يخفي الحمل كانت أشد عليه. مع الاستماع إلى الآي أو صور التي تناسب ما أنت فيه، الآيات التي فيها ذكر الحمل والنطف والولادة والأبناء والجماع، هذه مهمة جدا، لأنها تهزه نفسيا، لأنها تضعفه مع التكرار وبقوة، لأنه يصعب عليه أن يستمع إلى شيء هو يعمل على ضده. خذها مني قاعدة، فالشياطين تكره أن تستمع إلى آيات الألوهية والربوبية وأسمائه وصفاته وإلى عظمته وقدرته في خلقه وإلى جنته وناره، تكره هذا لأنها ترى أن هذا من صفات إبليس أو أن هذا غير موجود. فحينما تقع مسامعها بهذه الآية تعذبها عذابا شديدا، وإن كانت في البداية تتجاهل هذا، وإن كانت في البداية تريد أن تتجاهل هذا، تتجاهل لأنها تقول لك مثلا لا يهمني ولا يؤثر فيه، لكن مع كثرة الاستماع يبدأ الاستفزاز وتبدأ الحركة، وعليك بالصبر، بعدها يبدأ الضعف. الشيطان، الشياطين والأبليس الساحرة تحتاج منك إلى الصبر، لأنها يعني تتعامل معك نفسيا، إما أن تغلبك أو تغلبها، فهي لا تستسلم بسهولة. وهذا يقع حتى عند المعالج، يقول قرأت وما تحركت، اصبر، ويقول يستخف بي ويضحك ويستهزئ ويتأثر، اصبر، بينك وبين النصر صبر تفقهها. فاستحالة أن يصبر على ما هو عليه إذا كنت أنت بفضيلتها بيقين ترمي وتضرب بيقين، لكن تحتاج إلى الصبر.
وبالتالي يضعف بإذن الله جل وعلا، وقد يظهر لك ويتجلى نوع السحر، إنه شيطان ساحر، فقد يصعب يتكلم وتعرف مصدر قوته أين هو، من أين يستمد القوة ونوع السحر. وكلما أخذت خيطا وضفته كلما ضعف، وكلما أصبحت أنت أقوى بفضل الله جل وعلا. في حين أن هذا كان يغيب عنك في البداية، لكن كلما فتحت لك أبواب كلما وصلت إن شاء الله تعالى إلى النور. فلا بد أن تفهم، وأقولها في الوقت حتى تفقه الحالة جيدا، الشيطان الساحر أوكل بك من أجل أن يبقى العذاب. الشيطان الساحر قد يكون عاشق أيضا، قد يكون شيطان ساحر بس لا ليس عليك وحدك، قد يكون عليك وعلى أخواتك أيضا في نفس الوقت، أو حين عند أخواتك الشيطان ساحر فيكون هنا الموروث والسلالة أيضا. لهذا وجب أن يفهم وأن تفهم الحالة جيدا حتى إن شاء الله تصل إلى ظهر الأمان بسهولة. اعلموا أن الشياطين الصحراء والأنبياء الإسرائيلية تخدم وفق منظومة، وفق عهود وطقوس، عندها علم وما يعلمان من أحد، عندها علم تعلمته وتخاف من أسيادها، تخاف. فإذا رأت منك بإذن الله تعالى صبرا وجهة وقوة وعلما فقد تهتدي، وإن كان هذا يحتاج إلى صبر، لأن هداية الساحر الشيطان الساحر هداية عظيمة به نجاتك أنت، وحتى من كان موكل على السلالة من إخواتك أخوتك مثلا، أو حتى على ناس آخرين قد يخرج ويذهب يصحى من جديد. فكفى الله به، كفى الله بك شرا عظيما، مفهوم؟ إذا لا بد من الوقوف على هذه المفاهيم. الشياطين لها عالم قوي كبير واتصال فيما بينها، ويسهل فك هذه الشفرات بالجد والاجتهاد إن شاء الله تعالى. أنا أباك تحرقني دي ورجلي، نعم من هذا الكلام لا يطيقه ولا يريده. تقول أو يقول الأخ نور اليقين، لماذا أتأثر بالرقية المرة الأولى وبعدها المرة الثانية لا تهتز ولا شعر مني، وما هو العلاج من فضلك؟ هذا السؤال يعني أجبت عنه أكثر من مرة، ويحصل مع كثير من الناس. هذه الصورة تصلني وتقع لكثير من الإخوة والأخوات، وفي الغالب تكون كذلك لها علاقة بالشياطين السحرة التي تسحر، أو أصحاب القوة في البدن. تجد أن المريض أو المريضة حينما يستمعون للرقية لأول مرة، وهؤلاء يكون حركتهم قليلة لا تكون حركتهم قوية، فقد يقدر الله جل وعلا أن رقية سبحان الله يتفاعل معها وتحرك قلبه ونفسه وجوارحه ولو نسبيا، لكن يستشعر بها خيرا أنها قد هزته، وفجأة رأى تغيرا في الجسد، طرأ في حركات إما جلية أو داخلية، يحاول الاستماع إليها مرة ثانية أو ثالثة لا يتأثر ولا يتحرك أي شيء. لماذا؟ لأن الذين أسمعتهم الرقية أصلا لا يبعثوا شيء أقوياء، لكن حينما وقع في آذانهم تلك الكلمات والأدعية هزتهم يعني أول مرة يسمعونها، فوجب أن تكون نبيلا ذكيا، أن تأخذ هذه الآيات التي سمعتها أول مرة والأدعية وتبني عليها ما يناسبها. قد يتغير المنطوق لكن يبقى المفهوم نفس المفهوم، نفس يتغير المبنى يمكن يبقى نفس المعنى، ويهتزون مرة أخرى بأساليب مختلفة حتى تجليهم في الصعود، لأن في هذه الحالة يكون الصعود هو أهم شيء الذي يقول لا ليس شرطا. هنا في هذه الحالات الصعود يكون بنسبة مقاضية لهم، أنك
غلبتهم نصف القوة ذهبت، لأنهم أرادوا أصلاً أن لا يظهر، وحينما يظهر ويتكلم يشعر أنك ندا له أو أقوى منه، وحين الاختفاء يرى أنه أنك قازم لا تصل إلى رتبته ودرجته. وهذا مفهوم لابد أن يفهم عند الناس الله، مفهوم. إذن كثير من الناس يستمعوا الرقية لا يتأثر، وإذا سمع الرقية وأثر فيه نسبيا إذا كرر لا يتأثر، فالجواب قد جلينا إن شاء الله تعالى. الأخت تقول لا أشعر الآن بيدي ورجلي، عادي جدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. الأخت تقول يا شيخ كيف نتعامل مع من يسحرون بالدم وفي الدم ويهدونها، وأيضا ما الحل مع من يسحرون أثناء الرقية من فضلك؟ السؤال غير واحد يا شيخ، كيف نتعامل مع من يسحرون بالدم؟ طيب، هناك شياطين فعلا تسحر بالدم، هناك شياطين فعلا هي تسحر بالدم. لماذا؟ إما لطبيعة الأصحاب التعمل عليها، أو لعشقها وحبها للدم. فالجن قد يلج جسده لأنه رأى دما فأحبه فولج، أو لأن السحر الذي صنع به سحر دم فدخل. وقد يكون هذا الجن هو أصلاً ساحر يسحر بالدم، وشيطان الدم وساحر الدم له علاقة بالدم. وحينما نقول له علاقة بالدم، فالدم معلوم عند الجميع، إما دم حيوان أو دم فارس أو دم ذبائح أو ذم جرح أو ذم نزيف، المهم أن يكون دما. وهذه الأنواع من الدماء تقوي. وإذا غابت يفعل المستحيل من أجل أن يتقوى بنوع من الدماء داخل الجسد. قد يشرب دم الحي أو دم النفاس أو يتسبب في جرح. وفرق يقول قائل ولماذا لا يشرب دمها؟ لماذا لا يشرب الدم؟ هو في الغالب يرد دما مسفوحا في الغالب، ولهذا بعض الأخوات قد تجد في المنام جرح طفيف خفيف وتستهين به. هذا الجرح بالنسبة له لذة وقوة وطاقة، ولا يبحث عن الكم في الدم، لا يبحث عن الكمية في الدم، لكن يبحث عن النوع فيتقوى به. إن كان كما يقول بعض الجن دم حلو دم زغي، أو عشق ذاك الدم الذي فيها هي. وأحيانا الأخوات لا يجدن حتى دم الحي، قطرات قليلة جدا، وتكون هي مصابة. أحيانا تزداد عليها الشدة والمحنة في أيام الدم كعيد الأضحى، له علاقة بالدم.
أحيانا إن ذهبت إلى أماكن فيها سبح ودم صرعت، يعني هذه تذكره وتقويه، إما لاتصاله بها أو لعشقه للدم، فيقول هذا يسمى عاشق الدم، ساحر الدم، خادم الدم. يدخل الجسد، يدخل من نفسه، من طبيعته، بعشقه، بنظرته أو بسحره، فيبدأ العمل على تعذيب هذا الجسد. إذا قدر الله كان ساحرا يبدأ الله يهديكم سبحان الله العظيم، الله يهديكم. من يتصل أثناء البث أنا كان أستحي وش غادي 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 نحضر وأنا من الغد وكي شو ما أخواني التركيز ما كيبقاش، لأن هذا الجواب خص التفكير والتركيز. ما يهديكم لحول قوة إلا بالله، ما يحشوم صراحة العين. لو كان نشوف دابا أرقام كثيرة من أوروبا، من الدول المغربية، من غير من الدول كثير، ولكن أثناء البث يعني صعيب. كان بالله عليك إيش غادي نعمل؟ غنجاوب وأنا كنجاوب الناس منين كنجي؟ ولا كأنه كتلقي إشارة مثلا ما تنسانيش، ما تنسانيش جاوبني. أنا ما كرهتش نجاوب كل شيء، والله ما كره. طيب تقول طيب، وحتى هذا جواب عجيب. اسمعوا واحد النكتة نضحكوا فيها واحد شوية. واحد السيد كتبنا واحد الجواب نضحكوا شوية. قيم مزيد من الخرافات لتنويم الشعب الدور المضحوك عليه. طيب خير ان شاء الله سنجيبه. ما غاديش نلوخيك. اسمع انت خدامي دابا ما نلوخيكش. علاش؟ كنتمنى تجاوب تسمعني مزيان، يعني على شاكليتك كثير. كنتمنى تكون رجل وتكون لك القدرة على أنك الآن تسمعني وتكتب. هذا مزيان، أنا بكتب تي شنو كتي وأنا جاوب نقريك الجواب السؤال تاعك. كنتمنى تبقى معايا وغنجاوبك بكل أدب، وكنتمنى إذا ما فهمتيش شي حاجة تكتبها وإحنا معاك. سؤالك قلتي يعني مزيد من الخرافات باش يضحك على الشعب المضحوك عليه او كذا، صح؟ اسمعني مزيان. بدايه حينما نوجه الكلمات نوجهها للعقلاء للبلداء، وحينما نتكلم ونحن نظهر وجوعنا واجسادنا لك الطيف والإشباح والجان، وحينما ندخل بأسماء حقيقية لا مستعارة، وحينما نريد أن نكون دعاة إلى الله نكون بالموعظة الحسنة، وإذا كنا نريد أن نكون فعلا خيرا على البلاد والعباد حتى مكشدوخنا اليوم، لابد أن نتكلم بالحجة وبالدليل والبرهان. هذه أول نقطة لابد أن تفقهها أو تفقهيها. أنا لا أعرف أأتحدث مع ذكر أم مع أنثى، وعلى العموم وجب أن نحسن الظن ونرفع قدرك إلى رجل، مفهوم؟ في مسألة أن الناس ندوخ عليهم، احنا هنا ما كنبيعوش عشبة فرنيت، هنا ما كنبيعش عشبة فرنيتين، انا ما كنبيعش السكتة والمسكوتة، انا ما عنديش القرشان ديال. هنا نتكلم بامور شرعية ومنطقية وعقلية وحسية. هنا معنا عشرات ومئات الافراد ويتابعون ممن لا يظهرون آلاف الآلاف،
ونحن نعلم ذلك. فحينما نتكلم عن صنف أو نوع أو أعراض ونجليها، فإن جوابنا عليه الحجة والنور، حتى يفقه الناس حالتهم ونرشدهم بالكتاب والسنة إلى متابعة حالهم باجتهاد شرعي. أما أن تأتي وترمي هذه الرمية، كان غيرك أشطر، كان غيرك أشطر، مفهوم؟ إذا جئت لنا تلاعب فقط ونمزح ونجعلها نكتة ونجعلها وقفة، لأننا نعرف أين نضع أقدامنا وكيف نسير، لا ننتظر أن يأتي إنسان مجهول ليرمي رمية يظن أن بها سيعكر مزاجنا ويغير حالنا أو سيرنا، بل على العكس من ذلك تماما. فلو كنت رجل أمام الناس أقول لك أدخل الآن على أضيفك على مباشر سؤال بسؤال وجواب بجواب، إن كنت رجلا ولن تقدر، وأتحداك أن تقدر، ستسقط مع أول جملة تكلم بها، لأن أمثالك لا يدل إلا الكلام وراء الشاشة والحاسوب أو الهاتف، وبرمجوا على كلمات يرمونها ثم يتسلم الوزن. فهمتيها ولا لا؟ سير تلعب مع أقرانك، فهمت؟ تلعب مع أقرانك، أخطأت الباب هو الطريق، والله ما نحضركش، ما غاديش نحضرك، كنتمنى تقتلعنا في خفاء حتى تفهم، ولا تكن إنع مبرمج من غيرك، وأنصحك بالعلم والقراءة حتى لا تبقى ضحية. أنت اللي مضحك عليك الآن، أنت الضحية، مفهوم؟ الله يهديك، الله يعفو عليك. يجب على الأمازيغ أن يستنجد بالدول العظمى، لأن الدول طرفي منها. دابا أنت في هذا الجواب اللي قلتي يكفيني من كي يكفوني، أنا فين وأنت فين؟ إحنا فين كنتكلمو وأنت فين جرتيها؟ أيوا المصيبة شتين؟ يجب على الأمازيغ أن يستنجد بالدول العظمى، لأن شكون هاد الدواعش اللي بقاو في البلاد أسيدي مشاو ديك راه حنا نعلمو بيهم. شكون هاد الدواعش؟ وملي تبغي في العظمى دير لها الرقابة الله يخليك، باش الله تعالى يوقفك مزيان، وحاول تكتب مزيان وتقدم مزيان وما تزربش. ويجي وانتم بغيتو تفرقوا الأمازيغ والأمازيغ، حنا كنا مغاربة يا أخي الحبيب، انتم بغيتو تفرقوها في الجزائر، بغيتو تفرقوها في المغرب، بغيتو تفرقوها في ليبيا، بغيتو تفرقوها في السودان، بغيتو تفرقوها في تونس، حنا الحمد لله أمة واحدة. والمغرب بفضل الله بأطيافه، المغرب بفضل الله تعالى مختلف، أبناء شعبه لحمة واحدة، الصحراويين والأمازيغ والعرب، احنا كنا الحمد لله نرفع راية واحدة هي راية المغرب، لا يفرقنا أحد، فهمت كيف؟ لا يفرقنا أحد. تجي هنا وتقول لي الأمازيغ، اتق الله عز وجل. إذا أنتم الآن، أنت أظهرت الآن على أنك أنت باغي تكون في صالي، أنت باغي تجزئها وتقسمها، مفهوم؟ لا يا أخي الحبيب، الريافة ولا الأمازيغ ولا كما يقولون أهل البدو والحضر، كلنا الحمد لله مغاربة، نرفع راية واحدة وشعارنا واحد بفضل، وملكنا واحد بفضل تعالى، وديننا الإسلام واحد بفضل جل وعلا، مفهوم؟ غير قلب لك على شي مجموعة أخرى بث فيها سمك، هنا عندنا المنع والتحصيل بفضل الله تعالى، هنا معنا الأمازيغي ومعنا الريفي
ومعنا العروبي ومعنا المدينة، وكلنا خوت وكلنا أحباب وكلنا مغاربة وكلنا مسلمين. مفهوم. فإذا كان عندك شي موضوع للسؤال بغي تستبد مرحبا، وكنتمنى أنك تغير عن الفكر اللي عنه لأنه ضال. ما تفرقش بين الإخوة وبين الأحبة، وما تفرقش عصى الطاعة والجمع على الحجة والمحجة والرحمة. مفهوم. فكلنا مغاربة بفضل الله عز وجل. أي نعم أختي محمد، ريفية وافتخر بإخواني. نعم الريفية تفتخر، الريفي يفتخر، الأمازيغ يفتخر، كلنا بفضل نفتخر بفضل الله تعالى أننا مغاربة وأننا مسلمين وأننا إخوة. وكنفتخر بأخوتنا الجزائريين، كنفتخر بجميع المسلمين في كل مكان بفضل الله عز وجل. الحمد لله ما عدناش مشاكل مع الناس، ما عدناش مشاكل بفضل الله تعالى مع خوتنا. لاش يجي واحد الناس الآن هذا اللي كيدعيوا لهذه التفرقة والدواعش، اللي بغين يفرقوا، بغين يفرقوا المغرب، بغين يجزوا. ما يمكنش، هادو دعاة للفتنة، والله وبالله وتالله معظمهم جهال، ومعظمهم أصحاب دنيا يريدون أطماع سياسية دنيوية لمآرب أخرى ولغايات أخرى. هؤلاء هم الدواعش الجهلة الذين تسوقهم أيادي خفية من أجل فتنة في المغرب وفي غيرها من البلدان. لهذا العلم نور، لهذا العلم سبحان الله نور. يقول يا من البلوك وخلينا نكمل الدرس ما يجوز بخير، لا باش يستافد، لعلكم ضحية، لعل الله تعالى يهديه. طيب خير إن شاء الله تعالى. عندما أرقي شيخنا نعود نتهول، يعني كنخاف كثير، وأعمل طقوس غريبة كأنني ساحرة. مع العلم عندي سحر الكواكب والنجوم تخدم، عفوا الله، ومع العلم عندي سحر الكواكب والنجوم تخدمه حية. هذه الطقوس الغريبة هي طقوس ساحرة. هناك من كي يبدأ يخدم في الرقية ولا في الاسم الرقية ما كيفهمش ما كيوقع معاه، كيبدا هكذا وهكذا، وكل اللي كيكتب هكذا كله واش ممكن يعمل، كاين اللي كيطيح في الارض وكيبدا يعوج يديه، كاين اللي يخاف على راسو، كاين اللي كيكتب في الحيط، كاين اللي كيكتب في الهواء في الفراغ. هذه المساله ديال الطقوس الغريبه تختلف من شخص الى شخص. وهذه الطقوس ليست عبثيه، فهموها معايا مزيان. هذه الطقوس تبنى على نوع السحر الذي له علاقة بالذي يسكن. ولكن وجب أحبابي وإخواني أن تنتبهوا إلى نقطة غاية في الأهمية في القضاء على الشيطان السائل الذي يسحر بيديه وكتيديه حول البدن، إما داخل على البدن أو حول البدن. لا بد من إيقاف أول شيء، لا بد من تحصيل مكان ثاني شيء، لا بد من أنك لا تجعله يكتب على الجدران أو على الجسد يطمس ولو في خفاء، هكذا تذهب وترش وتنفث. وهذا جربته أكثر من مرة وجربناه ونفع، لأنه يكون سبحان الله كأنه يعطي هذا للمكان الذي يجلس فيه، وقد تقع عليه ساعات وهو عنده طاقة سبحان الله، خاصة أصحاب النجوم والكواكب. وأنا أين ما أقول، إذا ماذا؟ لا بد أن تفهم هذه الأخت التي عندها فعلا شيطان أو شيطانة حية ساحرة، وقد يكون فوقها شياطين سحرة داخل البدن، ليس معنى تكون وحدها. مفهوم؟ إذا لابد أن يكون عندك ماء أو قياو ترشي أو من معك يرش مثله، ينفث ينفث على اليدين وعلى المكان الذي يكتب فيه ولو كان في الهواء، هكذا يرش مثله ويتيه وينفث على الفم وعلى اليدين على الوجه وعلى اليدين. ولكن ماشي دابا حتى لكن كورونا، لما تفوت كورونا بإذن الله ينفث. الآن النفث لا، الآن النفث لا. وقول الرقى لا بد أن تكون أذكية. الآن ما تجيش بالماء ديال القرآن وتنفث فيه، ما تجيش على فمه وتنفث فيه، ما تجيش على وجهه وتنفث،
لا يا أخي الحبيب، قد تكون في كورونا وأنت لا يظهر عليك أعراضها وتنشر العلوى فيها وتذهب العلوى إلى أهلها، مفهوم؟ هذه فقط إشارة لإذن الله عز وجل. وإن كان الآن الرقاة كلهم غاقمون المراكز في الغالب، وهذا هو المعمول به التزاما مع القوانين المتبعة والتعليمات المتبعة، لم يأذن الآن في فتح المراكز إلى الآن حفاظا على الصحة العامة، حتى لا تكون هناك عدوى تنتقل بين المرضى وحتى بين الرقاة أو بين العمال أو ما شابه. فنسأل الله تعالى يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء، آمين آمين، بيدنا وعن كل المسلمين وعن البشرية جمعاء إن شاء الله تعالى. طيب، الأسئلة هي كثيرة، وحالنا بإذن حتى نذهب إن شاء الله جل وعلا. سأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل فضل وهدى وخير، وأن يجعلنا رحماء فيما بيننا، وأن ينفع بنا، وأن يرزقنا الخير حيثما كنا. وأسأله سبحانه جل في علاه أن يحبب إلينا ما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ألا ينفض هذا المجلس إلا وقد كتبت لنا الجنة والمغفرة والرحمة والعتق من النار. اللهم إنا نسألك يا الله، اللهم اختر لنا ربنا فإنا لا نجيد اختيار لأنفسنا. نسألك ربنا أسباب الاستقامة بحق، قرب منا ربنا من يعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا قرب منا من يقرب ويحبب إلينا حبك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وفقنا ولا تخذلنا، كلنا ولا تكن علينا، اهدنا وادبنا واهدي على أيدينا إنسا وجنا. اللهم يا الله، اللهم يا الله يا الله، لا تدع لنا مريضا إلا وشفيته، شف مرضانا ومرضى المسلمين. لا تدع ربنا جانا يسكن أبداننا أو حولنا إلا وهديته. اللهم اهدنا إنسا وجنا أجمعين. اللهم يا الله يا الله، تعلم ربنا ما نخفي وما نعلن، تعلم ربنا ما نسر وما نعلن، تعلم ربنا حالنا سرنا وجهرنا، ولا يخفى عنك شيء من حالنا. فنسألك ربنا أن تقرب منا ربنا ما به عزتنا ورفعتنا وبهجتنا وسعادتنا، وأنت الله لا إله إلا أنت، وأنت الله لا إله إلا أنت. أطب أعمارنا وأحسن أعمالنا. اللهم ربنا اجعل بيوتنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بيوت المسلمين، واجعل بلادنا ربنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجهل وغلبة الدين وقهر الرجال.
اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الذلة والصغار. اللهم إنا نعوذ بك ربنا من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطنة. اللهم إنا نسألك ربنا نصرك الذي وعدتنا. اللهم إنا نسألك ربنا نصرك الذي وعدتنا. نسألك ربنا نصرك الذي وعدتنا. نسألك ربنا قلوبا خاشعة وأعينا دامعة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الغرور ومن الكبر ومن الجحود والعصيان. نعوذ بك من النفاق والشقاق وسيء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك ربنا، نعوذ بك ربنا من كل شر أنت أخيذ بناصيتي. اللهم ربنا لا حول لنا ولا قوة إلا بك، أنت القوي بكن فيكون، تشفينا بكن فيكون، تغننا بكن فيكون، ترزقنا. اللهم إنك أنت الله. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت وفي هذه الساعة وفي هذا المكان أن ترزقنا سعادة لا تفارقنا كما رزقتها محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا، اللهم ربنا لا نشرك بك شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. لا نشرك بك، أنت العظيم الواحد الأحد الحي القيوم القادر المقتدر الغني الجواد الكريم. اللهم إنا نسألك، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم لك الحمد. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. يا الله يا الله، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذك به محمد عبدك ونبيك. نحن عبادك المقصرون المذنبون الآثمون، لا حولنا ولا قوة إلا بك. نستغفرك ربنا ونتوب إليك. اللهم وفقنا لاستحقاق التوبة والمغفرة يا رب العالمين. اللهم وفقنا ربنا للاستغفار على الوجه الذي به تغفر وترحم، وأنت خير الراحمين وخير الغافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أويها وآخرها، على نيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنك أنت الله. نسألك ربنا أن تحفظ ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. ونعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.
احفظنا ربنا ولا تفتنا، نعوذ بك ربنا من الفتن، نعوذ بك ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأهواء والفتن، اللهم إنا نعوذ بك من شر الأهواء والفتن والمضلات والفتن والمضلات والفتن. اللهم إنك أنت الله، في هذه الساعة الطيبة جمعتنا على ذكرك وحبستنا ربنا بذكرك ورفعنا الصوت بذكرك ومكثنا بذكرك وأحببت لنا ذكرك. اللهم ارفع قدرنا وأعلي شأننا، اللهم ارفع قدرنا وأعلي شأننا. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نعوذ بك ربنا من شر الكفر ومن شر الظلم ومن شر كل سوء. اللهم ربنا، اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. سبحانك ما أجلك وما أعظمك، سبحانك سبحانك، كم من ذنب رأيتنا عليه فسترتنا، وما عجلت العذاب وما عجلت العقوبة. سبحانك سبحانك، ندعوك في هذه الساعة. اللهم يا الله، في هذه الساعة اجعل ملائكتك ربنا ترفع اسمنا بحبك، وتكتب ربنا أسماءك مع المحبين الذين أحببتهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وسترتهم وكتبت لهم كل جميل. اللهم إنك جميل تحب الجمال، اكتب لنا الجمال في كل شيء في الأمور كلها. اللهم ربنا قنا شر نفوسنا والأمارة بالسوء. اللهم إنا نعوذ بك من شر حظوظ النفس والأنا والهوى، ونعوذ بك من الردى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم اغفر لحيينا وميتنا، اللهم اغفر لذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم اغفر لموتانا وأسكنهم ربنا جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم إنهم قد حبسوا في قبورهم، اللهم ألحقنا بهم صالحين. يا رب أحسن خاتمتنا، يسر لنا إلى الخير وقضنا عليه. يا الله أسألك ربنا حسن الخاتمة، يا الله لا يعدلها شيء، أسألك ربنا حسن الخاتمة فيها الرضا والمحبة والجنة. اللهم إنك تعلم أن لنا أمواتا في القبور. اللهم ربنا في هذه الساعة نسألك ربنا أن تزيدهم رحمة ومغفرة وجنة يا رب، يا رب في هذه الساعة لكل ميت نعرفه ولا نعرفه، لكل ميت قريب كان قريبا منا أو بعيدا. اللهم إنا نسألك لكل ميت باسمه مغفرة يا أرحم الراحمين، فأنت الغني عن عذابهم، أنت الغني عن عذابهم، أنت الغني عن عذابهم. اللهم إنا نسألك يا الله، إنهم كانوا يوحدونك بتوحيدهم لك وحبهم لك وحبهم لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لهم ما قدموا وما أخروا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم
ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يا رب أنقذنا من حب الدنيا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يا رب طهر قلوبنا من حب الدنيا، نسألك ربنا حب الآخرة وحب الجنة، نسألك ربنا حب الآخرة وحب الجنة. اللهم ارزقنا الهمة العالية، نسألك ربنا أن ترزقنا الهمة التي بها نسعى إلى كل خير ونحظى بكل خير ونفوز بكل خير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ثبتنا ربنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثبتنا على الصراط المستقيم في الدنيا وعلى الصراط يوم تزل الأقدام في الآخرة. اللهم ربنا اجعل أسماءنا تحبها، واجعل أبداننا تحبها، واجعل أعمالنا تحبها. يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله لك الحمد كله، أوله وآخره على نيته وسره. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ربنا اجعلنا من أهل القرآن، افتح لنا في فهمه وتدبره والشفاء به والتشافي به. اللهم افتح علينا ربنا فتحا مبينا، علمنا ربنا كما علمت النبي صلى الله عليه وسلم وكما علمت وفهمت موسى عليه السلام. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ربنا ارفع قدرنا بالقرآن العظيم، اللهم ربنا ارفع قدرنا بالقرآن العظيم. اللهم وفقنا للشفاء والتشافي بالقرآن العظيم، اللهم وفقنا للشفاء والتشافي بالقرآن العظيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لنا أحبة وإخوة وأخوات معنا الآن في كل مكان، جمعنا معهم وجمعنا بهم الحب فيك، وجمعنا معهم وجمعنا بهم ذكرك يا رب العالمين. اللهم ربنا أنزل على قلوبهم جميعا وعلى قلوبنا جميعا بردا وسلاما وأمنا وأمانا وطمأنينة وسكينة وعزة ورفعة. اللهم ارزقنا جمالا وحسنا، اللهم ارزقنا علما وفهما. اللهم يا الله لا تدع في الأبدان داء إلا شفيته، علة إلا أزحتها وأزلتها. اللهم ربنا أسعدنا، ربنا بك استغثنا وإليك لجأنا، اللهم لك الحمد لك الحمد. اللهم إنا نسألك ربنا أن ترزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم من أراد بسنته خيرا فوفق لكل خير، ومن استهزأ به وبسنته اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، خذه أخذ عزيز مقتدر، خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا رب العالمين، اللهم أنقذ شباب المسلمين، اللهم أنقذ شباب وشابات المسلمين، اللهم أنقذهم ربنا من التغريب ومن التطرف. اللهم ربنا اهدي قلوبهم ونور عقولهم، اللهم ربنا قوي أبدانهم،
اللهم ربنا يسر أمورهم، اللهم ربنا احفظهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم يسر لهم ربنا زواجا حلالا طيبا ورزقا حلالا واسعا طيبا، اللهم فقهم في الدين وعلمهم التأويل، اللهم يسر شباب المسلمين أحوالهم وأمورهم وبرهم، اللهم وفقهم للبر بآبائهم وأمهاتهم، اللهم وفقهم للبر بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم حبب إليهم ما تحب وترضى، حبب إليهم الصلاة، وحبب إليهم الذكر، وحبب إليهم الرفقة الطيبة الصالحة التي تعينهم على أمر دينهم ودنياهم وآخرتهم يا رب العالمين. اللهم ربنا من أراد بالشباب خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالشباب شرا فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل الدائرة عليه لا ترفع له راية ولا تقرب له غاية. اللهم أعف نساء المسلمين، اللهم أعف نساء المسلمين، اللهم ربنا ارزقهن ربنا الحياء والحشمة والحجاب، اللهم ارزقهن ربنا الأزواج الطيبين الصالحين الأخيار، اللهم ربنا يسلهم في الذرية الطيبة الصالحة، اللهم يسر لهم ربنا في الذرية الطيبة الصالحة، اللهم يسر لهم ربنا في البيوت الواسعة، اللهم ربنا أغنهم بغناك وارزقهم من فضلك، واغنهم عن بفضلك عن من سواك يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل على مرضاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.